طيب انا عاوز اكونكت على الاس كيو ال انستنس دي من انذر سيرفر، يس صح كده؟ عاوز اكونكت على الانستنس، عاوز اكونكت على الداتابيز، وات ايفر كونكشن سترنج هيبقى شكلها ايه، هكونكت ازاي؟ خلاص. طيب السيرفر بتاعي 128 داش سيرفر 1، صح؟ افتح لنا السيرفر اللي هو 200 كده مثلا. طبعا اي سيرفر يكون ايه افيلبل ان هو يكونكت عليا، انا فاتح له فاير وول يعني ده اللي هو الدومين كنترول. مثلا. اي سيرفر، اي سيرفر هتلاقي جواه حاجه اسمها او دي بي سي، اي ويندوز اصلا اهي، ماشي. دي جاست ان انا بس بتست بيها الكونكشن على الايه. بص ممكن اكونكت على كذا حاجه من ضمنها الاس كيو ال سيرفر، فبقول له اسم السيرفر 720 داش اسمه، صح كده؟ اعطي 20 ده سيرفر 1 تقريبا. ده جاست ده نيم للكونكشن نفسها، وده اسم السيرفر، او ممكن احط الاي بي طبعا. هكونكت بالادمنستريتور اللي انا داخل بيه، لو في يوزر تاني ممكن احطه، لو في سيكوال اوزنتيكيشن ممكن احطها. نيكست. انا كده كونكتد سكسسفولي، اتاكدت ان الكونكشن شغاله كويس. ليه؟ لو فتحت هنا هلاقي الداتابيز بتاعتي، انا كده عملت كونكت على الداتابيز باليوزر ادمنستريتور. يبقى لو واحد بيجي يقول لك انا مش قادر اكونكت على من الشير بوينت مثلا على الاس كيو ال، ماليش دعوه بالشير بوينت، انا ما اعرفش ان هي شير بوينت، اقوم فاتح الاو دي بي سي وتست. فتحت يبقى فتحت، انا شفت ما دام انا عملت كونكت على الانستنس وراني كل الداتا بيزز بيزد اون ماي بيرميشن، انا اس اي سيستم ادمن، قدرت اكونكت على كل الايه الانستنس نفسها، شفت كل الداتا بيز خلاص، ما حدش يجي يقول لي الكونكشن فيها مشكله. لو انا جيت افتح هيقول لي ايه، يقول لي بص الفاير وول قافل، روح افتح البورت. واضح؟ يس. يبقى دي ازاي اعمل كونكت للداتابيز وترابل شوت الداتابيز بتاعتي لو فيها اي مشاكل. خلاص؟ في اسئله عندك هنا تاني؟ لا هكلمك. اعتقد الموضوع واضح، مش مشكله كبيره، بس محتاج ان انا اشوف الفيديوز تاني بقى عشان اقعد اشوف الفيديوز واعمل لاب صغير كده تاني في الستاند الون. احنا لسه هنتكلم ان شاء الله بعد كده في الهاي افيلابيلتي في التو ديزاين اللي هو في الاوفر كلاسترنج وال الاف سي اي والاولوز اون ان شاء الله. في بقى حاجه عايز اقول لك عليها، ان انت عندك ممكن بعض الكاستمر يقول لك انا عاوز اعمل ويب سايت مثلا على الكلاود، فانا عندي حاجه اسمها اس كيو ال داتابيز. ايه هو اس كيو ال داتابيز؟ ايه الاس كيو ال داتابيز؟ دي حاجه اسمها باس، بلاتفورم از ا سيرفيس. دي فكرتها ايه؟ فكرتها ان انا الداتابيز بتاعتي، انا لما باجي انت دلوقتي احنا كانفراستراكشر عملنا ايه؟ يعني احنا دلوقتي عشان نعمل اس كيو ال، هو في الاخر الابلكيشن اللي هيكونكت ده عاوز ايه؟ عاوز اس كيو ال داتابيز، صح كده؟ شوف احنا بقى عملنا ايه؟ احنا رحنا اشترينا فيزيكال سيرفر، صح؟ وجبنا سويتشات، صح؟ وعملنا في لانس وكونكشنز والكلام ده، واحنا مسطبين هايبر في، صح؟ او اس وهايبر في رول، واحنا جينا عملنا فيرتشوال ماشين، صح؟ وجينا جوه الفيرتشوال ماشين دي واحنا عاملين اديناها اي بي ادرس، صح؟ وظبطنا الفاير وول والاو اس اديناه لايسنس. شوف عملنا كام حاجه، ودي خطوات. وعملنا انستول الانستنس بالستورج اللي هي محتاجاها. نروح نعمل بعد كده هاي افيلابيلتي، وبعد كده في الاخر خالص احنا عملنا الايه الداتابيز والسكيورتي طبعا ومش عارف ايه، عملنا الداتابيز في الاخر. كل دي ستيبس احنا عملناها، احنا بقى مسؤولين عن ايه من اول هنا لغايه هنا، بس عن كل ده. ده احنا عملنا ايه؟ حاجه اسمها اياس، infrastructure as a service،
طيب في موديل تاني اسمه باس، بلاتفورم از ا سيرفيس. ايه الباس بقى؟ انا ماليش علاقه بالكلام ده خالص، كل الاخضر ده مش بتاعي. يعني بروح احط الداتا بيز بتاعتي. انا بديك داتا بيز، بعمل لك بالظبط. انستنس وبديك داتا بيز وبدي وانت بتحط الصلاحيه وتتحكم في الداتا اللي جوه الداتا بيز دي بتاعتك، وتاخدها باك اب لو حصل لها مشكله اللي هي الافيلابيلتي بتاعتي، انت ادفع بس مالكش دعوه. بس الداتا بيز دي فيها ليميتيشن، يعني ايه؟ يعني هي سبورتد للنون ريجستري ابلكيشنز. يعني مثلا الشير بوينت ده بيعتمد على ريجستري مثلا، فدي ما تنفعش معايا، دي تنفع الويب سايت مثلا، مش محتاج الكلام ده. خلاص؟ بتنفع لاغلب الحاجات بس مش للحاجات اللي ليها ريجستري والحاجات اللي ليها كونفجريشنز. ليها سايت وسيرفيس كونفجريشن وليها باك اند مثلا بتتكلم مع اكتيف دايركتوري والحاجات دي، لا ممكن ما تنفعش. خلاص؟ بس اغلب الحاجات تنفع، الحاجات اللي هي الكومون ويب سايتس مش عارف ايه كده. فممكن الديفلوبرز بيبقوا هم بقى اللي فاهمين اكتر ايه هي دي سبورتد ولا نوت سبورتد، وببلشها على ايجو وكونكت عليها الابلكيشن بتاعي. دي بتبقى ارخص كتير جدا وستيبل اكتر، وممكن تاخد لها انت كمان باك اب، ولما تيجي تكونكت عليها بتكونكت عليها من المانجمنت كونسول بتاعك بتاع الاس كيو ال ده، بتشوفها اكنك بالظبط ايه، اكنها عندك لوكال اس كيو ال. لو كان عندي حاجه مفتوحه كنت وريتها لك. في على الايجو برضه حاجه ثانيه اسمها مانج انستنس. المانج انستنس فكرتها ايه؟ ان هو بيديك انستنس، لا مش بيديك داتا بيز، بيديك الايه؟ الانستنس وانت كاريت الداتا بيز بتاعتك. اوكي، تدخل جوه الانستنس نفسها تحط الداتا بيز بتاعتك. تحط داتا بيز طبعا اغلى، مش عارف تبدا ب 1000 دولار. والانستنس دي ليها سبيكس زي السيرفر كده، ما بتحط له سبيكس 4 كور مش عارف ايه. الانستنس ليها سبيكس، بس ميزتها ايه؟ ان هي مش بابليك. يعني ايه مش بابليك؟ يعني هي برايفت. يعني انا لو عندي سايت هنا وعندي ايجو سايت مثلا، فانا بعمل في بي ان سايت تو سايت كونكشن واستخدم المانج انستنس هنا، احط عليها الابلكيشنز بتاعي مثلا، ممكن في الاون بريم ويكونكت، او ممكن احط بعض الابلكيشن على الكلاود. طيب الباس اللي هي الايجو داتا بيز، دي مشكلتها ان هي بابليك. يعني ايه بابليك؟ يعني داتا بيز اهي هي بابلش على الانترنت، يعني اي حد يكونكت عليها. لا، هو بيديك زي فاير وول تحدد مين الاي بي اللي هيكونكت عليها، فهي مش بابليك قوي، يعني هي مقفوله ريستريكتد. انت في الاخر قافل مين اللي كونكت، يعني يجي حد تاني كونكت ممنوع. بس في اماكن طبعا يقول لك لا ما تطلعش بره، هي مش تطلع بره، يقول لك افرض حصل خلل في الفاير وول بتاع مايكروسوفت. تمام. ما هو الان بريمس برضه ممكن يحصل له اتاك ويبقى نفس الموضوع، بس في فرق في الكوست رهيب. ففي ناس تقول لك لا انا اختار دي. وفي اوبشن دلوقتي ان انا ممكن اعمل اللي هي الايجو داتا بيز واقفل عليها الكونكشن من بره. يعني هو على حسب الديزاين، ماشي؟ مبدئيا. وفي ناس تقول لك لا انا هضطر اعمل اياس اللي هو اللي احنا عملناه ده كله. خلاص؟ بس مايكروسوفت هتديني الفيرتشوال ماشين وعليها الاو اس وانا هكمل. او في اوبشن تديني الفيرتشوال ماشين وعليها الاو اس وعليها الاس كيو ال انستولد. وممكن تديني اللايسنس كمان وانا اكمل اخش احط داتا بيز واظبط السكيورتي. بس انا اللي مسؤول عن ايه لو الاس كيو ال حصل فيه مشكله؟ مثلا هو هيبقى على الكلاود بس اياس موديل برضه مش باس. طيب لو انا رحت امازون هناك الداتا بيز اسمها ار دي اس في امازون، نفس الفيتشرز بالظبط، نفس الكلام اللي في ايجو هو اللي في امازون، بس تشتري داتا بيز بس. يبقى انت ايه؟ يبقى دايما لما تيجي تديزاين لحد دايما فكر للكلاود، قول له اقترح عليه الاوبشن وشوف السبورتابيلتي، لو شغاله تمام واوكي يبقى اوكي. بس الكوست قد ايه بقى؟ انت بتقول مثلا انت اقل بكتير كتير جدا كده، كفايه اللايسنس بس بتاعت الانتربرايز بتاعت السكيور دي كفايه، دي لوحدها حاجه، غير السيرفر سبيكس والسيرفر والمينتننس بتاعه، وان انت لسه هتاخد له باك اب. يعني انت هتعمل اوبريشن كتير
وهو مش هيقول اركيتكت يعني، مش الديزاين بتاعك مش اللي هو الواو يعني، برضه هيبقى انت ناقصك حاجات لان الكوست مش هيظبط معاه، ما عندكش دي ار سايت. انما لو انت حبيت تعمل دي ار سايت انفستمنت يعني، عندك فرونت اند انفستمنت. انما لو انت على الكلاود مفيش فرونت اند انفستمنت، انت كلها تبقى ايه، بي از يو جو يعني، اللي انت هتستخدمه النهارده تدفعه النهارده، تدفعه اخر الشهر كمان مش دلوقتي. فدي الميزه. افرض انا بقى رجعت في كلامي، والله خلاص احنا لغينا المشروع يا جماعه، لو انت في الاون بريمس هترجع السيرفرز لمين؟ والوارنت اللي بتاعت السيرفرز دي هتروح فين اصلا؟ يعني الضمان بتاعها محتاج تجددها كل ثلاث سنين ولا خمس سنين. اشتري بقى سبورت وانت المسؤول، والديسك مش كفايه، عايزين نشتري ديسكات. لا معكش بي تي كاش هتعمل ايه؟ كل دي حاجات ريستركشنز. ده كمان بقى، ده انا ممكن بعمل حاجه على الكلاود، حاجه اسمها ريزيرفد انستنس. لو انا ضامن ان السيستم ده هيقعد معايا لمده ثلاث سنين قدام فبشتريها، فممكن يوفر لي في الكوست اب تو 60% مثلا كمان. اشتري قدام واقول له خلاص اعمل ريزيرفد وانا هدفع لك فلوس. بالظبط. فالكلاود طبعا فيتشرز اكتر بكتير جدا، فدايما عشان تريح دماغك تحاول توديها هناك. الا لو هي الحاجات ايه نوت سبورت، يبقى خلاص بقى يبقى مضطر اعملها يعني، لازم قياس. واضح؟ ده الـ SQL، ودي الحاجات اللي انت مطالب تبقى فاهمها في الـ SQL في اي حتة في الداتا. و SQL 12 زي 14 زي 7 كلهم زي بعض، الموضوع مش اختلافات بسيطة جدا انت ممكن ما تلمسهاش. ولا على 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 شكل administration، الموضوع administrator مش موضوع بسيط. ممكن يتعقد شويه في حته الهاي افيلابيلتي، بس يعني برضه بالنسبه لك مش هيبقى يعني، انت بتعمل حاجه وتتفرج عليها بعد كده، بس ما بتعملش يعني ايه مينتنس كتير او كده. هل هناخد فكره عن مثلا سي لو في ابلكيشن معين بيشتغل على مثلا احنا شغالين في شركه مثلا في ابلكيشن اسمه اونست بي، ماشي تمام، وات ايفر اسمه ايه، بي 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 بيشتغل على سيكوال سيرفيس. هل ده بس ان هو الابلكيشن نفسه بقى نفس الكونفيجريشن، هو بس بيلاقي الداتابيز على السيكوال وخلاص على كده؟ كونكشن سترينج، هو عايز يكونكت زي ما انا عملت كونكت بالاو دي بي او دي بي سي كده، هو عاوز يكونكت كده بس خلاص. عشان هو ده كان بيقع مثلا، الابلكيشن كان بيقع عشان هو مش لاقي الفايل شير بتاع الداتابيز. مش مشكلتنا احنا، مشكلتنا احنا نكونكت على انت مشكلتك الافيلابيلتي ان السيرفيس قايمه، السيرفر شغال، الكونكشن عليه تمام، بس افيلابل وسكيورتي. يعني انت بتوفر ايه، افيلابيلتي اند سكيورتي. هل السيرفر ده قدامك افيلابل ولا لا، بيأكسس من على النتورك والسيرفر شغال، بس السكيورتي انا مديك الصلاحيه اللي انت عاوزها. شكرا. اي حاجه ثانيه مش بتاعتي بقى، بتاع الديفلوبر نفسه، بتاع الراجل بتاع الشركه بتاعت السوفت وير. الافيلابيلتي هتيجي تخش بعد كده في السكيورتي، عندي الباك اب كمان ضمن السكيورتي، مش بس اوثنتيكيشن. احنا قلنا في حاجه اسمها سكيورنج السيرفر بتاعتك، السكيورنج من ضمنه الباك اب. طيب والافيلابيلتي، الهاي افيلابيلتي ان انا بقى ممكن اوصل السيرفر ان هو يبقى دي ار سايت كمان، يعني مش بس يبقى عندي تو سيرفرز اكتف باسيف ولا اكتف، لا ممكن اوصل ان انا ابقى عندي دي ار سايت، ديزاستر ريكفري سايت. فده ايه؟ هاي افيلابيلتي. دي مسؤوليتك بس خلاص ك اس كيو ال. مسؤوليتك بعد كده في المايجريشنز، ممكن المايجريشن مش لازم انت اللي تعمله. خلاص، وده يعني شويه تفاصيل شويه او جزء ادفانسد شويه في الاس كيو ال. هو مش صعب قوي في الاس كيو ال، بس يعني في شويه كونسيدريشنز لازم تكون واخد بالك منه. وفي جزء المايجريشنز للكلاود، لو انا عايز امايجريت الداتا بيس بتاعتي من الاون بريمس للكلاود اعملها ازاي؟ فده الجزء اللي انت ممكن تبقى تبص عليه فيما بعد. اوكي. ويبقى بالنسبه لك سيلف ستادي، يعني مش محتاج مش تريننج فيه، يعني انت ممكن خلاص انت فاهم بقى. فهمت الدنيا ماشيه ازاي، ندور عليها. بالظبط كده. طب تمام، دي حاجه والله.